بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله القسم السادس، الأعمال الشيطانية. بدأ رحمه الله بالسحر. من الأعمال الشيطانية ماذا؟ السحر. أولا، الساحر يكفر كفر أكبر مخرج من الملة. السلطان يضرب عنق الساحر دون استتابة. الساحر لا يستتاب، ليس كالمرتد، توبة علم عند الله. السلطان يضرب عنق الساحر وتوبة عند علم عند ربي، مفهوم؟ حد الساحر ضربة بالسيف. ما علاقة السحر بالتوحيد؟ لماذا ذكر المؤلف السحر في كتاب التوحيد؟ إيش علاقة السحر بكتاب التوحيد؟ لأن الساحر يكفر كفر أكبر. الساحر يريد أن يعبد الناس للشيطان حتى يرتفع منزله، رتبة، يعطيه رتبة. لأن الشيطان كيف يعطي الساحر رتبة؟ كل ما يعبد إليه الناس يرتفع رتبة عند الشيطان. إذن أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله أين؟ سحر. طيب الشيخ إبراهيم يقول أين السحر الآن؟ ما يوجد سحرة عندنا، لماذا نتكلم في السحر؟ نقول يا شيخ إبراهيم السحر في هذه الأيام موجود أسهل من شرب الماء. في القديم كان الوصول إلى الساحر أمر صعب، اليوم الوصول إلى الساحر أسهل من شرب الماء. ضغطة زر تدخل على قنوات السحر والسحرة، رسائل عبر الجوال، اس ام اس ولا واتس اب ولا كذا، رسائل مثلا على الايميل، قنوات تلفزيونية، جرائد، مجلات، جرائد والمجلات اللي فيها أبراج، برج الحوت وبرج الأسد وبرج العقرب. يقول الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله، شراء المجلة، إذا تشتري مجلة فيها أبراج أو جريدة هذا محرم. إذا فتحت المجلة ونظرت فقط نظر في الأبراج لا تقبل لك صلاة 40 يوم، تصدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الآن ترسل رسالة يا شيخ، قال تكتب فيها اسمك وترسل لنا رسالة ونعطيك شخصيتك، هل أنت رومانسي، عصبي، عاطفي، غرامي؟ المهم مجرد ترسل لهم رسالة 40 يوم لا تقبل لك صلاة. تستقبل الرسالة تصدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قراءة الكف، قراءة الفنجان، ليس اتيان الساحر يكون فقط بالمجالسة، لا، بالاتصال، إرسال الرسالة، فتح الجرائد، القنوات التلفزيونية. مشكلتنا اليوم في حب الاستطلاع، حب الاستطلاع، يبغى يستطلع على ماذا؟ لأنه سهل الآن وصول إلى السحرة وكذا. وبعض الناس يفتح ويقرأ ويحضر الجن ولا يعرف يصرفهم، كيف يصرفهم؟ هذه مشكلة أيضا. وما بقي عندك إلا تتعلم سحر، تتعلم الكفر الأكبر وتشرك بالله. قال أريد أعرف. تعرف إيش؟ تعرف الكفر؟ تتوصل إليه؟ ثم من أقوى؟ بالله عندي سؤال، من أقوى، الجن ولا الإنس؟ ها؟ من أقوى، الجن أو الإنس؟ ها؟ الإنس. أرفع صوتك. الجن. ها؟ الجن اختلفوا. الأقوى الإنس. لماذا؟ من يعيش على الأرض مطمئن؟ ها؟ الإنس. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الإنس. ومن يأكل الطعام ثم بعده هذا هم يأكلوه، صحيح؟ تقول أعوذ بكلمات الله، يفر، صح؟ إذا أذن المؤذن يفر وله ضرر، صحيح؟ صح. في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام الذي عنده علم من الكتاب، قال ذاك قبل أن تقوم من مقامك، هذا من الجن. لكن من الإنس ماذا قال؟ قبل أن يرتد إليك طرفك، صحيح؟
أي نعم. إذن هذا معناه أن الإنس أقوى من الجن. كلمة واحدة تقول أعوذ بكلمات الله التامات لا يضرك شيء حتى ترحل من منزلك ذلك، صح؟ أي نعم. وأمسكوا ثلاث مرات أبو هريرة يمسك شيطان يسرق من مال الزكاة، صحيح؟ أمسكوا وقال أرفعك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتركني أعلمك كلمات، قال صدقك وهو كذوب. تمام. إذن عندنا عرفنا من هو الساحر، تمام. كيف نعرف الساحر؟ كيف تعرف أنه هذا ساحر وهذا راقي؟ أولا عندنا الرقية تنقسم إلى رقية شرعية ورقية شركية. الرقية تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية. الرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة: أن تكون من القرآن أو السنة أو بأسماء الله وصفاته. من القرآن يقرأ الفاتحة مثلا، من السنة يقول أعوذ بكلمات الله التامة رب الناس اذهب الباس مثلا، أو بأسماء الله وصفاته يقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي أو بأخي إبراهيم، يصح؟ تمام. الدعاء بأسماء الله وصفاته واحد، إما بقرآن أو سنة أو بأسماء الله وصفاته. الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية. أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية. معلوم خرج به كلام مجهول، يقول خربوش طربوش، ما ندري ايش هذا، ممكن أسماء الجن. تمام. مفهوم خرج به كلام غير مفهوم، يقول نقول لا، نريد نسمع ونفهم ماذا تقول أو نقول عنك ساحر. تمام. مسموع، لو يأتي عندنا مفتي المملكة الآن يريد يقرأ على الإنسان لابد يرفع الصوت بالرقية حتى نسمع ما يقول، صحيح؟ تمام. ولا يوجد رقية باللغة الهندية، باللغة الأردية، باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، باللغة الهندية، ما يوجد رقية، فقط باللغة العربية. تمام. الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب، والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. هذه شروط ثلاثة، توفرت الشروط رقية. اختل شرط رقية شركية. علامات الساحر، هذه علامات الساحر الثلاثة: يتكلم بكلام غير مفهوم، لا كتاب ولا سنة ولا بأسماء وصفاته، يجعلك تعتقد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار. قال اسمع دواك عندي وأنا غير مسؤول عنك بعد ثلاث ساعات، صح؟ سحروا أعين الناس واسترهبوهم. العقد مع النفث، ومن شر النفاثات في العقد، يعقد وينفث. الصرف والعطف، صرف فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. النظر في النجوم، قراءة الكف، قراءة الفنجان، ادعاء ما في الغيب، ادعاء ما في الضمير، يقول أنت تحب فلانة وتفكر فيها، ادعاء معرفة الأشياء المسروقة الضالة الضائعة. أسأل عن اسم الأم. أحيانا يطلب مال وأحيانا لا، يطلب منك أشياء تعجز عنها، يقول والله مرضك خطير ونحتاج لحل السحر، حتى نحل السحر عنك نحتاج إلى فأر أعمى. إبراهيم يقول من فين أجيب فأر أعمى؟ قال عندي من يأتي به من أدغال أفريقيا يأخذ 5000 ريال. قال طيب ما تستطيع فأر أعمى، جيب قرد يتيم. قرد يتيم، من أين أجيب قرد يتيم؟ فهمت؟ نعم. المهم كتابة أباجات، كتابة حروف مقطعة، يكتب قل هو الله أحد سين، الله الصمد كاف. هذه الحروف المقطعة معناها الكفر بما تقدم للصلاة والسلام. وأنت تنظر تقول هذه آيات، يا أخي أنت متشدد، أنت آيات كتب لي آيات من القرآن. يأمر المريض بمخالفة الشرع، يقول تأكل لا تسمي، تذبح لا تسمي، لا تصلي للقبلة، أنت مريض، أنت تشوف هذه القبلة، القبلة هنا، هذه قبلة من؟ إبليس. نعم.